بس بالغالبية، الغالبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية. ممكن يكون أي برج تاني. عم شوف الشخص، الشخص هاد واحد من الأسباب اللي عم مش عم تسمح له إنه يتقدم بالعلاقة أو بالتواصل بينكم، إنه هو مركز كتير على الهدف النهائي أو مركز كتير على الصورة الأكبر، لأنه the chariot card ورق التقدم، ورق التحرك. فممكن هو عم يتحرك بسرعة، وعم شوف أيضا طاقته نارية، فممكن حركته سريعة. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور أو شخص مندفع باتخاذ قراراته، أيضا شخص حاد ممكن. يعني عم تحس إنه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام، تعاطف بالمشاعر، تعاطف بالعلاقة مع بعض. هو كتير goal oriented، أو هالشخص كتير بيركز على تحقيق أهدافه وطموحاته، يعني بيتقدم بيتقدم وبطريقة ممكن يجرح أشخاص. أنت بتحس هيك أيضا. هالشخص the fool card ممكن يكون أنت أنضج منه عقليا أو فكريا، لأنه the fool card شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا، ما بيكون في عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها. أيضا هالشخص من النوع اللي هو إذا اشتغل ما في عنده الصبر، في عنده طاقة ولكن في عنده صعوبة بتوجيه الطاقة، لأنه كل ما بيجي يعني بيحاول يحط مجهود بإشي معين، إذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده إياها بسرعة، هالشخص بيمل و بيركز على أشياء صعب إنك تجذب تركيز هالشخص أو تثبته في مطرح واحد. طاقته كتير فلكسبل، كتير هوائية، كتير نارية، يعني بيتحرك كتير، بتحسه بجميع المطارح، شوي هون شوي هون شوي هون. ما في عنده خط واضح يمشي عليه. أيضا عم شوفه مش كتير متحمس لفكرة الحب. ممكن يكون هالشخص إجاله عروض حب وهو عم يفكر بأشياء بالماضي، أو ممكن طبيعة العلاقة بينكم هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي، ومش عم يركز على اللي بيمر فيه حاليا. يعني ممكن هو مش سامح لحاله إنه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم، لأنه مركز كتير على الأمور اللي صارت بالماضي. فدائما كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستقبل بيعود تفكيره إلى الماضي، يعني أوتوماتيكلي تلقائيا بينغلق عاطفيا بأي علاقة جديدة. عم شوفه، لكن عم شوفك أنضج منه فكريا. ممكن يكون في بينكم فرق بالسن أيضا، ممكن يكون هالشخص أصغر منك بكذا سنة أيضا. طيب شو ممكن واحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخلل بينكم، أو كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم لحتى تعرف تصلحها؟ أغلبكم have faith، أغلبكم ما في عندكم إيمان أو ما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم بالطرف الآخر بالشريك الآخر لحتى تسمحوا إنه العلاقة تتطور إلى الأمام. عم شوف الأغلب منكم في عنده صعوبة إنه يثق بالعلاقة 100% أو يعطيها اهتمامه 100%. أيضا عم شوف إنه في شخص بينكم هو متحكم أكتر بالأمور، أو في شخص بيحب السلطة أكتر من الشخص الآخر.
الشخص بيحب هو اللي يكون متحكم من الأمور. واحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخلل بينكم إنه في طرف عم يحس إنه مظلوم، عم يحس إنه ما في توازن بالأخذ والعطاء، عم يحس إنه هو اللي عم يعطي أكتر من الشخص الآخر. طبيعة العلاقة بينكم نارية كتير، يعني أنتوا في بينكم تجاذب كتير عالي، ولكن في شخص بيحب فرض السيطرة بالعلاقة، أو بيحب هو اللي يكون متحكم، كنترول فريك الشخص اللي عم تتعامل معه، أو في طرف بينكم هو كنترول فريك وبيحب التحكم كتير. لما نشوف خطوتك بالمستقبل، فينيكس رايزنج، عم نشوف فينيكس رايزنج هاي الكرت بس توصل إلى نقطة الصفر، يعني بس توصل إلى الحضيض، هاي هي المرحلة اللي يعني ما عاد في عندك، ما عاد في يعني تنزل لتحت أكتر أو تخرب عليك الأمور أكتر من هيك. فهي هي فينيكس رايزنج اللي هي بتطلع، أنت بتنطلق أو أمورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة أو عسيرة كتير. يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت، ما بتعادل الـ Wheel of Fortune أو عجلة الحظ، عجلة المستقبل. فهاي هي اللي الشفت اللي راح تصير، أو الانتقال، النقلة اللي راح تصير. فعم شوف بالمستقبل خطواتك القادمة راح يصير فيها عندك نقلة، بالذات من ناحية المشاعر، لأنه الكرتين هون عندي Two of Cups و Knight of Cups، بعدين عندك The Fool. يعني عم شوفك أكتر بالمستقبل راح تاخد الأمور بعفوية أكتر، مش راح تكون كتير جدي بالأمور، بالذات بما يخص العاطفة. يعني راح تحاول إنك تكون flexible أو مرن أكتر. عم نشوف أيضا في اشتياق راح يصير عم بالمستقبل، راح تشتاق إلى شخص معين، أو راح تشتاق إلى طبيعة التواصل بينك وبين هالشخص. عندك بالكروت المستقبل كتير أوراق كبس، فرح تكون الأمور عندك من الناحية العاطفية رح تتغير كتير. أيضا عندك Two of Pentacles، فرح أنت بالمستقبل رح تنحط بموقف إنه لازم توازن بين شغلتين معينات، بين شيئين معينين. ممكن لازم توفق بين طبيعة هالعلاقة طبيعي، يعني بين الشغل وبين العلاقة، في إشي رح تضطر إنك تحاول توازن وتوفق بينه. نشوف خطوات الحبيب في المستقبل. Unleash your creativity. فهالشخص عم شوف إذا هو كان كتير كتوم، بالذات بناحية ما إنه يعبر عن مشاعره تجاه العلاقة، أو يكون صريح بإنه يحكي فعلا شو هو اللي بيحس فيه. عم شوفه أكتر رح يركز على هالإشي. أيضا عنده The Empress Card، هالشخص أو هالإمرأة إمرأة حنونة جدا، يعني في عندها تعاطف كبير. فعم شوف إنه هو بفترة الانفصال للمنفصلين منكم، مثل كأنه رح يراجع أموره، لأنه أيضا عنده The Hangman. The Hangman الطاقة بتكون معلقة والطاقة بتكون واقفة، ولكن بيصير مثل الدراسة للموضوع، أو بيصير مثل التحليل للموضوع، مثل فهم للفكرة. فهالشخص رح يحاول إنه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة أكتر بينكم، طبيعة الطاقة بينكم أكتر. وأيضا عم شوفه يعني رح يعمل سيلف ريفليكت، أو رح يشوف هو وين أخطأ بالعلاقة، شو كان دوره، بأنه صعب العلاقة أو صعب التواصل بينكم. عم شوفه أكتر رح يكون في عنده سيمباثي أو تعاطف مع الموضوع. أيضا من الناحية المادية في عنده بدايات جديدة، أو من ناحية العلاقة بينكم
في بداية جديدة. هالشخص عم يشوف إنه هو عم يفكر بالمستقبل، يحط مجهود أعلى. أيضا King of Cups، King of Cups هيدا أكتر شخص ناضج، أو مشاعره العاطفية بتكون ناضجة، لأنه الكينج يعني أعلى مركز أو أعلى مستوى. فعم شوفه من الناحية العاطفية، تقريبا للبعض منكم رح يصير في التزام جدي بهالثلاث الكروت، رح يصير في ارتباط جدي، لأنه في عندك 10 of cups، يعني في إشي مثل تكوين أسرة، مثل هالشخص عم يحلم بأسرة معك، عم يحلم بتكوين مستقبل معك. وأيضا عندك king of cups، يعني هالشخص مشاعره العاطفية رح تنضج أكتر. في عندك هون الكروت السابقة، كروت صغيرة، يعني the fool card هو أول كارت في بداية رحلة التاروت. ف طاقته الحالية عم نشوفه، الحالية هي طاقة عفوية أكتر، طاقة طفولية أكتر، ولكن بالمستقبل عم نشوف إنه هو شخص يعني رح يوصل إلى مرحلة من النضوج العاطفي. أيضا هالكرت بيبين إنه في عنده بداية معك جديدة وفيها نوع من الاستثمار، مشان هيك أنا بحكي لك إنه ممكن يكون ارتباط جدي، لأنه عندك Ace of Pentacles، يعني في طاقة أرضية، فيها إشي من الاستثمار، مجهود بهالعلاقة، مجهود جدي بهالعلاقة. يعني هالشخص فكرته معك في المستقبل رح تكون تفكير إلى المدى البعيد، مش فقط إلى المدى القريب أو شو اللي عم بيصير حاليا. لأنه هالشخص هون أنا فول كارد ما عنده أي حساب إلى المستقبل، بيعيش كل يوم بيومه، ولكن هون الطاقة في المستقبل عند هالشخص عم يشوف إنه هو ناضج أكتر، عم يفكر إلى المستقبل. بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم أو الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل، procrastination، بدك تنتبه أنت وهالشخص من إنه ما تماطلوا في حل بعض الأمور أو ما تأجلوا بعض الأمور. إذا في إشي أنت عم تحس فيه، صارح هالشخص، الأفضل إنه يصير فيه مصارحة بينك وبين هالشخص. أيضا البعض منكم اللي عم يتأخر أو عم يحاول يتجنب بعض الأمور بحل هالعلاقة، في عندك the wheel of fortune، يعني في تدخل رح يصير قدري بأنه يغير الأمور ويغير المسائل بينكم. في عندك أيضا 10 of wands، اكتمال كارما من نوع ما، اكتمال دائرة، فرح تفوت انت وهالشخص بمرحلة جديدة، او المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكروا عليها، في بينكم مرحلة جديدة رح تصير. في عندك Ace of Cups وفي عندك Ace of Wands، في عندك بالتأكيد بداية جديدة. تقريبا ثلاث الأوراق البداية Ace of Pentacles، Ace of Cups، Ace of Wands، بدايات جديدة. وأيضا عندك Eight of Wands، تواصل سريع هون، في بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين أو اللي مش عم يحكوا مع بعض. في بدايات رح تكون من الناحية العاطفية، في بينكم رح يكون أيضا passion أو شغف كتير بالعلاقة، لأنه عم شوف أغلبكم مر بمرحلة انفصال مع هالشخص، ما كنت عم تحكي معه. فالتايم اوت أو الوقت المستقطع اللي أخذتوه هو اللي سمح لإلك وسمح لإله إنه يفكر بالموضوع ويدرس الموضوع صح. عم شوف إنه بالمستقبل هالشخص يعني عم يتوصل إلى استنتاج إنه هو بده بالفعل، أنتوا طاقتكم بالمستقبل بدكم بالفعل إنه تكونوا مع بعض. في عندك بداية جديدة وفي عندك أيضا تواصل سريع، في عندك أيضا تغيرات مفاجئة رح تصير. The Wheel of Fortune، في عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك، تغيرات مفاجئة وتغيرات سريعة. فما تحاول إنه تبطئ الأمور،
إذا أنت بمرحلة عم تحس، أو إذا هالشخص already قدم لإلك عرض عاطفي وأنت عم تحاول إنه يعني تاخد وقتك في حل الأمور، أو عم تحاول إنه تماطل في الأمور مع إنك بتعرف شو اللي أنت بتريده، أنا بنصحك يعني تتخذ قرار أسرع من هيك، فقط إذا أنت بتعرف شو اللي بتريده. لأنه عم شوف كرت النصيحة هون بيحكي لك لا تتأخر في حل الأمور، لا تتأخر في المصارحة، أو بحي الله لكل شخص بيكون الوضع مختلف، فهمت علي؟ فأنت بتفهم شو هو الموضوع اللي أنت عم تماطل فيه حاليا، وحاول إنك ما تتأخر، حاول إنك تاخد خطوة، لأنه في عندك بدايات جديدة وفي عندك تواصل سريع، بجوز أنت اللي عم تعرقل هالتواصل، بجوز هالشخص بده البداية الجديدة وأنت اللي متردد أو عم تتأخر في أخذ القرار. أوكي حبايبي برج العقرب، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.